ما هي العلاقة بين الإعلام والتنمية المستدامة؟ سؤال يطرحه الكثير، مما لا شك فيه بأن الإعلام يقوم بدور محوري في مناقشة ومعالجة مختلف القضايا، فهو يستطيع أن يقوم بدور فعال في المعاونة على تحقيق خطط وأهداف التنمية. رؤية سيدي صاحب السمو أمير البلاد حفظ الله ورعاه يجب أن تصل إلى كل شخص موجود في أرض الكويت. وصول الرؤية لا يتم بسهولة إلا عن طريق الأدوات الإعلامية، يعني هذه الرؤية العصرية التي ستنقل الكويت هي رؤية لجميع من يقطن أرض الكويت، وبالتالي الإعلام هي وسيلة مهمة جدا من أجل تعزيز فكر الرؤية من أجل فهمها. يصبح نجاح خطط وأهداف التنمية مرهونا بالمشاركة الإيجابية للقوى المجتمعية التي يحفزها الإعلام من خلال تنمية الوعي ونشر المعلومات وخلق البيئة المواتية التي تساعد على اتخاذ القرار. التوازن مطلوب في عملية توجيه الإعلام، التوازن في نقل المعلومة وكشف مكامن الفساد، وأيضا كشف أيضا الجهود الإصلاحية للحكومة وغير ذلك. متى ما تحقق هذا التوازن تكون هذه ظاهرة صحية. يقع على الإعلام مسؤولية كبيرة تجاه قضايا المجتمع وخاصة القضايا التنموية، حيث يراه البعض أنه سلاح ذو حدين، إما أن يرتقي بالمسؤولية المجتمعية وإما أن ينحدر في المجتمع من خلال الجري خلف اجتزاء الأخبار. تعطني معلومة لا تدعني فريسة للإشاعات أو المغرضين أو الأقاويل أو الاجتهادات المختلفة، أنت كجهة مسؤولة أو كجهة معنية زودني بالمعلومات وأنا راح أقوم في دوري الإيجابي، ولكن في ظل غياب المعلومات وفي ظل وجود عوائق بيني أنا كإعلامي وصحفي وبين المسؤول عن هذا القطاع التنموي المختلف، أكيد أنا سألجأ لأي معلومة تردني. الإعلام مجرد مرآة عاكسة، ومرآة عاكسة تعاني كثيرا اليوم من تضييق الحريات والقوانين المقيدة للحريات، بالتالي الإعلام مو قادر يقوم بدوره أصلا تجاه التنمية وانتقاداتها وما إلى ذلك. دور الإعلام يتطلب مزيدا من التفاعل والمشاركة الإيجابية للمواطنين وتنمية وعيهم بإدراك هذا المفهوم. الإعلام التنموي تكمن أهميته في التمهيد والتهيئة للتنمية وأحداث التحول والتغيير والتطوير في المجتمعات. من المعهد العربي للتخطيط، مروة محرم، تلفزيون دولة الكويت.